تعال اقعد جنبي، يلا ابني ارتاح. انت اكيد بتعرف انه علاقاتنا هي اساس حياتنا، ونحن هون بعيلة كورانا دائما منقدر نقدر قيمة العلاقات، ولهيك عيلتنا مترابطة وبتحب بعضها. بس بعدين ما بعرف شو صار وتغيرنا فجأة. شيلنا من هالحكي، مو وقته. أنا الشي اللي بدي أقول لك إياه إنه أنت وبنتي كريتيكا ما تزوجتوا بظروف مثالية بنوب. أنا بعرف هالشي، ووقت براقب تصرفاتك من بعيد بحس إنه قلبك طيب كتير، وإنه جواتك طفل طيوب. شكراً كتير على هالكلام المزوق. بعترف إني كنت مدلل كتير، بس أنا بدي غير حالي وحابب كون شخص أحسن، وعلى الأغلب هذا اللي بدك تقولي لي يا صح؟ هاي البداية بس، وهي بداية كتير منيحة يا بنتي.